بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنرحب بقناه وهمات الاعلام المصري في هيئه قناه السويس، واحنا سعداء جدا بزيارتكم لنا النهارده. انتوا جايين هتشوفوا بعينيكم من هم المصريين. فكره مصريه، القرار للرئيس المصري، قرار مصري وطني، تخطيط مصري، التنفيذ مصري، التمويل مصري، هما دول المصري. هنشرح مع بعض دلوقتي فكرة قناة السويس الجديدة. كل ما هو أحمر هو قناة السويس، كل ما هو أزرق هو قناة السويس الحالية. احنا عندنا نظام الإبحار في قناة السويس منذ افتتاحها 1869 حتى الآن، هي راح تملك شغالين على فردة واحدة في قناة السويس، منظم عبور القوافل من خلال فردة واحدة، موقع قوافل من عند قوافل. عندنا ثلاث قوافل في اليوم بيمروا قناة السويس، قوافلين من الشمال وقوافلين من الجنوب. قافلة الشمال الأولى بتدخل من ميناء بورسعيد وتمشي في قناة السويس لغاية لما توصل لمنطقة البحيرة القدرة، بتنتظر هنا 11 ساعة. ال 11 ساعة دول يعني ايه؟ يعني ملك السفينة بيدفع إيجار ضخم، إيجار السفينة، تكلفة وقود اللي بيقف على مكنة، تأخر في وصول البضاعة. بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وفضل جهد المصريين وعرق المصريين، وفضل الأسد اللي كان واقف ورانا، الرئيس المصري والشعب المصري، هم دول اللي شجعونا على النجاح. بس ياريت ناخد موديل النجاح ده ويتكرر في المشاريع الجاية إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكركم جدا على حسن استماعكم، وإن شاء الله نكمل مشوار قناة السويس الجديدة بإذن الله.